اليوم شغلنا ان شاء الله حيكون موسيحات صوفيه مشان اخواننا الملاويه، يعني يصير الانشاد مع الايقاع مشان موضوع المولوي ياخذ راحته بالفتل على ضغط معين. موسيحات الصوفيه هي عباره عن كلام جميل في مدح الله عز وجل وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم. انشاد الشامي هو يعني هو الطابع المتعارف عليه تقريبا بكل الدول العربيه. احنا على مستوى شغلنا وعلى مستوى السفر اللي احنا يعني انجزناه وسافرنا من مهرجانات ومن لقاءات، يعني هو الطابع السوري، هو كان مو لانه احنا سوريين بس يعني كان هو الطابع الاكثر تداول واكثر سماع. هلا هو الابيض بيرجع للاصل، الاصل الابيض هي عباره عن رقصه فلكلور شعبي، اما الابيض هو بيرجع للاساس، اساس الابيض كان ما كان فيها دوي، هذا مع تطور السنين صار هذا.